سائلة يعني كريمة تقول: أنا خجلت من السؤال في المجموعة وحبيت أذهب هذا السؤال على الخاص. والله أنا فوجئت بأنه مطلوب على الخاص، لكن على كل حال لأني لا أعرفها ولأن المستمعين لا يعرفونها، فلا حرج من طرح هذا السؤال لأن الحرج منتفي. نعم، تقول: هل يجوز للزوج أن يمارس الجماع مع زوجته وهي نائمة على البطن أو على الجنب أو على الركبتين بشرط من القبل؟ يعني ممكن تعمل أي وضع كانت في حدود القبل فقط، وإذا طلب أي حركة غير معتادة هل تستجيب له؟ الجواب عن هذا يا أمة الله قول الله جل جلاله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون. في حديث جابر كان يقول: إن اليهود كانوا يقولون إن من أتى امرأته مجنبة وهي على جنب يعني جاء الولد أحول. عقائد. فنزل قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقال الحسن البصري إن سبب نزول هذه الآية أنهم يقولون يعني اليهود: يا أصحاب محمد، إنه لا يحل لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد وهو استلقاؤها على ظهرها أو نحو ذلك، لا من جنب ولا من دبر في قبل. فنزلت هذه الآية. في حديث رواه الترمذي أن عمر بن الخطاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هلكت يا الله. قال: ما هلاكك؟ ما الذي أهلكك؟ فقال: حولت البارحة رحلي. أدب الخطاب وجمال اللغة العربية. حولت البارحة رحلي، يعني أتاها من دبرها في قبلها. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقالوا: أقبل وأدبر واتق الدبر، يعني مستقبلات أو مستدبرات ما دام في صمام واحد. أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضان.